سيغضب كثيرون لتخصيصك المجالس اليوم. يا عبد الله، لا يمنعني عن قول الحق خوف، ولا تبعدني عن النصيحة سطوة. إن للناس علي حقوقا سأؤديها بإذن الله من علمي ومالي ومقدرتي، وعلى الله قصد السبيل. يا أخي شرفني بتناول الطعام معي. لا أستطيع، إن لي إخوانا جائعين. مرحبا بك وبهم، أحضرهم جميعا ولا تتأخر علي حتى لا يستبد بي الجوع. بورك فيك، بورك فيك. يشيعون أن أشباحا شيطانية تعبث وتعربد في هذا المكان إذا ما جن الليل. علمنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. سلمى، سلمى، حسبت لحظة أنك هي. لا فرق يا مولاي. بل هناك فرق مطلقا. لو أنك تعطي لنفسك وتعطيني الفرصة. أية فرصة؟ أن أساعدك على أن تنساها. أنا لا أريد أن أنساها، لا أريد أن أنساها. الطعام، الطعام يا قيثارة. لا أريد شيئا. لابد أن تأكل، هذه أوامر الأمير. أمرني أن أطعمكما لتصحى فيعذبكما. هيا كلي شيئا لتتحملي العذاب. هيا. لماذا خرجت على الطاعة وأنت تعرفين النتائج؟ هيا كلي. لا أريد طعاما. ستأكلين، واعلمي أن الأمير كان كريما معك، فقد تدخل ابن عمه ونصحه بالإبقاء عليك، ولولا تدخله لمت. لا أريد هذه الحياة. ليس هذا بإرادتك أنت، فإن سيدك لا يريد أن يقتلك ليفأر لكرامته منك، لأنك أذيتيه كثيرا. اسمعي، لا ترهقيني، فأنا لست خادمتك وستأكلين بالأمر. كفى، كفى يا جارية، وإلا ندمت. لا أعرف لماذا توسط الفارس النبيل ومنع الأمير من قتلك، ولماذا يحتفظ الأمير بجارية تهرب. هيا كلي. يا أبا الحارس، نسيت أن أجلس للتشهد بعد الركعة الثانية، فماذا أفعل؟ هذا وقته. لقد أطل الحديث في شؤون الدنيا، وللسائل عن السهو في الصلاة أقول: حدثني ابن شهاب
عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يعني عليك أن تسجد سجدتي السهو قبل أن تسلم. والقنوط يا إمام في أي الصلوات يكون؟ عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب، ولكن يستحب القنوط في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، لحديث أبي هريرة. المسألة يا إمام، ما القنوط؟ القنوط هو أنك إذا رفعت رأسك من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة دعوت ربك. بأي دعاء يا إمام؟ لا يتعين فيه دعاء خاص، أدعه جل وعلا بما تسأله وما ترجوه. سرا جهرا. ما الذي يغضبك في هذا؟ إنه يعاملني على أني سلمى، يراني هي فيذوب رقة ووجدا وحبا، فإذا ما اكتشف أني لست هي ابتعد عني نادما على أنه أعطاني من حبه ما أعطى. لقد كان رافدا لك بطردك من غرفته، ويخشى على الهواء من أنفاسك حتى لا تختلط بأنفاسه. كان يفعل هذا، ثم هل تظلين في الغرفة على ألا تجعليه يراك أو يحس بك؟ عاملني مدة كأني حجر أو جزء من أساس الغرفة، ولم يطردني إكراما لأمه، لكنه اقترب منك. تخيلني هي، لكنه اقترب. نعم، أعطيه الفرصة حتى يعترف أنك أنت المرأة التي يتعامل معها ولست خيال من ذهبت. والحب؟ أي حب؟ ذلك الشعور الذي يجذب واحدة لواحد في محاولتها البحث عن رأي لعواطفها في الصبا وقبل الزواج. تلك العلاقة الرائعة التي تقوم بين المرأة والرجل وتجعل القلب والعقل يشتعلان بعاطفة الحب. الحب يا عائشة، أم أنك تزوجت ولم تجربيه؟ جربت ذلك الاندفاع والتعلق، ثم اكتشفت أن من تعلقت به مظهر حسن وسيرة لا تليق، فانطفأت العلاقة وتزوجت بلا حب بل رغبة في بيت وعائلة. لكنه يحب يا عائشة، إن مولاي شعيبا جميل عطوف رقيق، كأنه مولاي الليث وقد عاد صبيا. إنه ابن الليث، أحببته. يكفي أن تحبي وهو سيشعر يوما بحبك وعطائك، وإن لم يشعر ليس هناك ما يسوء، فأنت بجواره جاريته، بل إنه رفض أن يغضبه لقد خشي أن يؤذي مشاعرك. تخيلي هذا، أحبه وحدي ويحب هو من رحلت؟ إن هذا عذاب شديد. إني لأرى أنك شديدة الطمع. هل من الطمع أن أطلب أن يحس من أحب به ويعاملني على أني إنسانة حية ولست التي ذهبت؟ جارية لا ترقى لمستوى خدمة شعيب بن الليث، فلما تصير جارية تطالب بأن تحتل قلبه وحياته. حتى الجواري لهن قلوب وأحلام يا عائشة، فنحن بشر نساء مثل الحرائر سواء بسواء. لقد أرسل الخليفة الأموي مروان بن محمد واليا جديدا. لا، لن نقبل واليا علينا غير حفص بن الوليد الحضرمي. لقد كان حفص واليا رضي الناس عنه، عرف البلد والناس وما يريدون. لم نقبل عزل حفص بن الوليد. حفص والي مصر وسيظل والي مصر. يعد الوالي لمن أرسله، نحن لا نريده. إننا مع الناس، إن أرادوا الوالي فلا بأس، وإن رفضوه رفضناه، بل وعثرنا القلاقل ضده ليذهب. إن الجند أقدر منا على طرد الوالي الجديد وتثبيت الوالي الموجود. والناس
أن أترك الناس في هذا الموقف العصيب؟ لا لا لا. كيف هذا؟ إننا مع الناس، نحن حرافيشهم. إن الخليفة الأموية في دمشق يرسل واليا إلى مصر، هذه قاعدة، وهو الذي يغيره. إننا لا نريد غير حفص بن حضرمي. هذا الوالي يعرف حدود الله، فلماذا يتغير؟ الناس لا تريد أن يتغير حفص. أرأيتما؟ ماذا تريدين منا أن نرى يا حسنة؟ كان يقف لقاء لجند الوالي، والآن يريد أن يقف للخليفة نفسه. لقد جاء الناس إليه. ما له وما لهذا؟ فليترك أمر الوالي وكبار القوم لكبار القوم، ويهتم هو بشؤوننا وأموالنا حتى لا يضطهدونا ويصادروا أموالنا. اسكتي اسكتي يا حسنة، خير لك. إن مولاي الليث لا يخشى إنسانا. لقد أحرق الوالي دارنا مرتين نتيجة لتدخله في شؤون الولاية. فماذا سيفعل الخليفة بنا؟ قلت لك إن الناس اتجهت إليه تطالبه أن يتدخل لصالحها. لماذا يتجهون إليه؟ أيرى نفسه أكبر من الوالي؟ أم أنه ليس في مصر غيره؟ سوء يا سوء، لماذا تتحدثين وأنت جاهلة؟ إن الخليفة قادر على أن يفرض الوالي الذي يريد، وسيأمره بمعاقبتنا وسيعاقبنا، وكل ما أخشاه أن يقوموا بمصادرة أموالنا ويضطهدونا. أغربي أغربي عن وجهي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سأعذبك عذابا لم تعذبه جارية من قبل. لقد أعطيتك الكثير يا جارية، فلماذا الهروب؟ ها؟ لماذا الهروب؟ لقد أخذت مقابل ما أعطيت. ولكنك جاريتي. أنا حرة حرة، وما بني على باطل فهو باطل. مالي أنا ولهذا الهراء؟ لقد اشتريتك بحر مالي. لقد عاهدتني أن تعطيني حريتي عندما أطلب، وطلبت ولم تفي، وهذا ضد مكارم الأخلاق. أتعلمينني مكارم الأخلاق يا جارية؟ هل أنبهك إلى بطلان ما تفعل؟ سألهبك بالسياط وأشويك بالعذاب يا قيثارة. سأشكوك. أنا أمير يا امرأة، هل تفهمين معنى كلمة أمير؟ اسمعي، من هذه اللحظة لن تخرجي خارج هذا القصر، ولن يدخل إليك فيه إنسان. رغم ذلك سأشكوك، ستدفع ثمن هذا كله، صدقني ستدفع ثمن هذا كله. ومن يجعلني أدفع الثمن؟ من يجعلني أدفع الثمن؟ أنت سترى يا جارية. نعم. هذه المرأة لا تأكل إلا ما يبقيها حية فقط، ولا تجاب إلى أي شيء تطلبه حتى تعرف جزاء من يفكر في إغضابي. تجبر الآن وافعل ما بدا لك، أما غدا وغدا قريب فسأخذ حقي منك كاملا، وسترى القصاص. سأقتص منك يا عبد الرحمن. الناس يزحفون خلفه إلى قلقشندة.
هذا لأن مولاي الليث ترك داره في الفسطاط وجاء إلى داره في قلقشندة. جاء وجلبهم خلفه، لماذا؟ أصحاب حاجات. إن إطعامهم وجبة واحدة تكلفنا مئات الدنانير. حذاري أن تسمعك أم الحارث. لا يهمني، لا أم الحارث ولا أبو الحارث ولا الحارث نفسه. أنا لا أدري ماذا حدث لابنتي يا أبا الحارث، أنا في غاية القلق. أدعو الله أن يحرسها ويرحمها. والعمل؟ لا نستطيع أن نفعل شيئا حتى نعرف مكانها يا إبراهيم. أخاف عليها من ذلك الرجل الذي قاتلنا وقاتلناه. يقول إنها جاريته. وهل ابنتي جارية؟ احسم هذا الأمر يا أبا الحارث. سأكتب إليه وأعرفه بوضعها. لا تشغلنا بابنتك يا إبراهيم، إننا الآن نتحدث عن الكل. ألا يرسل الخليفة الأموي مروان بن محمد جيشا لإخضاع مصر؟ وهل ثارت مصر؟ إن الثورات ضد الأمويين في خراسان والعراق، بل إن الشام والجزيرة تمردوا عليهم أيضا. إن الدولة الأموية تحمل نذرا خطيرة، بل إن الأمويين تمردوا على الأمويين. أما مصر فهادئة مستقرة إن شاء الله. أخشى أن يرسل مروان بن محمد أحد طلاب الولايات فيهجم برجاله على مصر. قد يفعل هذا. وماذا نفعل ساعتها؟ لا شيء. لا شيء؟ إن الوالي الحالي حفص بن الوليد من رجال أمية، فإذا أرسلوا أحد رجالهم مكانه ساعتها يتصارع رجال أمية معا، فما دخل المصريين في هذا ولماذا يتحملون نتائجه؟ يا أبا الحارث، إن الناس راضون عن حفص بن الوليد لأنه لا يرهقهم بمطالبه. لن نخرج على الخليفة فننقض بيعة بايعناها. والآن لنجعل جلستنا مفيدة ولنذكر قوله جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. هنا يربط جل ثناؤه قواعد السلوك والآداب الفردية والاجتماعية بالعقيدة في وحدة واحدة برباط وثيق للأسرة والجماعة والحياة. نحن نحفظ أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن أهم ما يهدي إليه بر الوالدين. يؤكد لنا أنه جل جلاله قضى ألا نعبد غيره وأن نحسن إلى الوالدين. الخطوة التالية مباشرة لعبادة الله بر الوالدين، ثم يوصي بالأم أكثر لأن الأم أضعف من الأب. وإذا افترضنا أن أمه قوية وأباه ضعيف. أصمت يا قاسم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في رده على من سأله من يبر قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا ثم أبوك، مؤكدا أن الأم أولا وأن لها النصيب الأكبر. ونأتي لسورة لقمان وقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الأب والأم بداية صلاح المجتمع. الإيمان بالله والتقوى بداية صلاح المجتمع، ومن أول أبواب التقوى بر الوالدين. لقد وعدتنا بأن تشرح لنا كيف حددت مكارم الأخلاق قواعد السلوك في داخل الأسرة الواحدة، وأول هذا بر الوالدين. ما أجمل تسبيحك وأعذبه يا شادي الليل، هل تختلف أغنيتك في ذهابك بحثا عن الرزق وأنت جائع، عنها في عودتك شبعان؟ أم أن إيمانك المطلق يجعلها تسبيحة مكررة، فأنت تعلم أنك خرجت لطعام ستجده، لا أظن في دنياك قلقا أو عذابا. دنيانا نحن دنيا القلق والعذاب، لأننا لا نملك مثل إيمانك. يا كبير العفو، يا واسع المغفرة، اغفر لعبدك إن غفل، اغفر لعبدك إن غفل عن ذكرك، اغفر لعبدك إن آذى دون أن يدري مشاعر بعض عبادك. اغفر لي يا ربي، اغفر لي، فأنت الغفار. أين ذهبت ابنتي؟ لماذا لا يهتم الناس بها، بعذابها وعذابي؟ لماذا لا يحسون بنا إلا تعطفا ودون فعل؟ لقد تزوجت وذابت في بيتي، ولم تهتم بما فعلته بالحرفوش، وكيف غيرت وكيف صار. ماذا لو أن ذلك الأمير الشرير وجدها وأخذها؟ ماذا لو أنه آذاها أو عذبها؟ لم ترى ولم تهتم بأن تعرف ما فعلته بعمران، كيف صار تاجرا، كيف نجح، كل هذا لك ومن أجلك. أقسم لو أصابها مكروه لذهبت إليه وقتلته، حتى لو كان في ذلك نهايتي، حتى لو كان الخليفة. هل الحب عندك سهم يرشق في الصدور وتنسينه؟ لماذا تزوجت ولم تنتظريني؟ كيف أعرف أخبارك يا ابنتي؟ كيف أعرف مكانك؟ كيف أصل إليك لأدافع عنك وأحميك؟ كيف تعصين أوامري وقد أبلغتها الجارية لك؟ كنت في حاجة إلى الطعام وأنت تمنعه عني، لذلك اشتريت طعاما. لن تتناولي طعاما ولا شرابا ولا حتى تستريحي حتى أثأر لنفسي منك. لن تقدر. بل أنا قادر حتى على قتلك يا قيثارة. لا تستطيع. لست مطمئناً كأبي الحارس، أنا قلق جداً. ولماذا يقلق أمثالنا ونحن لا نملك ما نخاف عليه؟ الخليفة سيرسل والياً جديداً على مصر مرة أخرى. مرة أخرى، وستدور المعارك مرة أخرى،
فلنستعد لها. وهل نحن من رجال الوالي الحالي؟ بالطبع لا. فلماذا إذن نستعد للدفاع عنه؟ إنها تستفزني لأضربها أو حتى أقتلها. تحاول أن تتخلص مما هي فيه من عذاب ولو بالموت. لن أعطيها هذه الفرصة أبدا. سأعذبها حتى توشك على الموت، ثم أريحها لتصح وتستطيع أن تحتمل العذاب من جديد. إن ما حدث لها في رحلة العودة من مصر إلى الشام كثير جدا. من تفعل فعلتها تقتل. القتل أخف العذاب. هل تريدين من ذلك أن أفهم أني زدت أفرطت وأخطأت؟ إن مثلكم لا يخطئ، فما هي إلا بعض مالكم، لكنها تعذبت وتتعذب. وسوف أضاعف عذابها. تدمنه. ماذا؟ إن زاد التعذيب واستمر يصبح إدمانا ويفقد قيمته. كيف هذا؟ يصبح لذة يا أمير، فبعضنا ترى في العذاب لذتها وغرامها، وتتفنن في إنزاله بنفسها حبا في العذاب نفسه. هل ترين أن أعفو عنها؟ لا، حولها لجارية خادمة تخدم مولاتي لبنى مثلا. خادمة؟ لكن هذا يقضي على بريقها وأنوثتها للأبد. ألست تريد ذلك؟ من قال هذا؟ ألست تعذبها؟ أعذبها عقابا لها حتى تعرف مدى خطئها وتعتذر عنه. لكني لا أقضي عليها، ولن أقضي عليها أبدا. إن قيثارة إنها جارية فريدة لا تتكرر. ويلي منها إن عادت لتسلطها عليك، ستنتقم مني. من بعد رؤيتها يوما على حد
لماذا أنت حزين؟ وكيف لا أحزن بعدما حدث من الجارية وحدث لها؟ تخلص منها بالبيع أو القتل واسترح. ومن قال إن في الخلاص منها راحة؟ لكنك بحاجة لأن تتفرغ ومن حولك من الأمويين للدفاع عن الملك. فالدعوة السرية لآل البيت ظهرت وأوشكت أن تتقدم إلى الشام. إن ملك أمية يطوى. إن الخليفة مروان بن محمد مشغول بالخوارج هذه الأيام، وعندما ينتهي منهم سيوقف كل هذا. لقد كتب نصر أمير مرو إلى الخليفة يقول: أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. ألا تذكرين يا مولاتي أن الخليفة أرسل إلى مولاي يطلبه؟ متى؟ اليوم. يبدو أن عنده مهمة لك. لست خاليا للمهام الآن. يجب أن تتفرغ لما هو أهم من جاريتك. إننا نوشك أن نموت تحت حوافر خيل الخراسانيين الداعين لآل البيت. أفق، أفقوا جميعا واتحدوا، وإلا سقطتم وسقط معكم ملك أمية كله. اتركيني يا لبنى، اتركيني أسترح الآن. إن الخلافات بين بني أمية وبين سيوف بني أمية أعمق كثيرا من أن تتحد. إن الناس لا تريد تغيير حفص بن الوليد لأنه أخف وطأة من غيره. أذكر أياما كان الوالي لا يترك لنا فيها شيئا، وأذكر أن بعض الولاة كانوا يفرضون الجزية على الكل، بل إن بعضهم كان يأخذها مرتين وثلاثة في السنة. لهذا نرجو أن يظل حفص بن الوليد واليا على مصر. لقد وافق الخليفة مروان بن محمد على إبقائه. هذا من حسن الحظ، فالناس في القرى والحقول ستجد بعض ما تأكله، لأنه لا يرهقهم بما يأخذه كغيره. قتل الوالي. قتل حفص بن الوليد الحضرمي. أرسل مروان بن محمد واليا آخر، جاء برجاله وفاجأه وقتله. لا، لن نقبل هذا، فقد وعدنا بإبقائه واليا. ليعد من حيث جاء. اطردوه، اطردوه. هيا اطردوه. قاتلهم. إننا قادرون على سحق الوالي الجديد ومن معه. لا نريد فتنة. ولكنهم جعلوها فتنة. ألم يعد الخليفة بالإبقاء على حفص؟ وقد أبقاه بعض الوقت. لن يخرج من هنا على قيد الحياة. أمسح طريق، أمسح. أنا حوثرة بن سهيل الباهلي، ومعي عمرو بن الضاح. جئت إلى مصر بقرار من أمير المؤمنين. لن نرضى بهذا، أنت مرفوض. إنه قاتل، قتل حفص. لا، قاتل. كفى، حفص قاتل الجند فقتل، لم يستسلم. ولماذا الإصرار على حفص؟ كان عادلا مع الناس. العدل وظيفة القاضي. اختاروا رجلا من خيرة رجالكم ليكون قاضيا، يصوبني إن أخطأت ويوجهني إن انحرفت، وسأسمع له وأطيع. لابد من رجل يقدر عليك. حددوا من. الليث بن سعد. الليث بن سعد. الليث بن سعد. الليث بن سعد. أنتم تعرفون رأيي في هذا، أنا رافض للمناصب. إلا في ساعة الأزمة والشدة، ونحن في أزمة وشدة. أنا أقبل أبا الحارس مرشدا لي إذا أخطأت. أقنعوه، أقنعوه ليقبل.
لماذا يا أبا الحارث؟ لماذا وقد اخترت لنفسك موقفا وسطا لا تنحاز فيه لسلطة، وأنت بما قبلت قد انحزت وتنازلت؟ وجدتها فتنة قد تزداد وتشتعل وتحرق مال المسلمين وتحصد أرواحهم، فتنازلت لأخمدها وأحرس مال الناس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. احذر أن يجرفوك لطيارهم. أو ترى أنه يمكن أن يجرفني تيار؟ لا أحد معصوم من الخطأ. اجلس لأعلمك قراءة القرآن. أحفظ قولك، إن قراءة القرآن قراءة معان وليست قراءة حروف. اجلس لتقرأ كما أعلمك. ومن علمك أنت قراءة القرآن؟ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. هذا غير نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما؟ نعم، نافع القارئ أحد مشاهير القراء. وعمن أخذ نافع قراءته؟ عن التابعين، وهو أحد سبعة قراء أعلام، والتابعون كما تعلم أخذوا قراءاتهم عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنها قراءة من أثبت القراءات وأدقها. إذن علمها لبعض المصريين حتى يصبح منهم مجموعة من القراء الأجلاء يقرؤون كما يصح لك من قراءة. إن شاء الله أفعل. والآن ألا تقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب ذي الطول. شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو إليه المصير. إنني أحاول أن أتظاهر أمامه بأني أطيعه، لكن أرجو أن ترضي عني، فأنا أعاونك ما استطعت. كيف حال جاريتي عزة؟ كيف هي؟ إنها مريضة. اهتمي بها. سأهتم بها إكراما لك. أطعميها جيدا وأبلغيها أني أمرتك بهذا. سأفعل، ولكن أرجو ألا يصل الأمير خبر عما أفعله معك أو معه. لا تخافي، إن عبد الرحمن يكاد يجن لأرضه، وما أنا براضية، وكل ما يفعله هو عناد كما يفعل الصبي المشاكس إن أغضب منه أمه. وفي النهاية سيأتي إلي زاحفا. كدت تموتين. أنا أغلى عنده من حياته. نعم، لكن يجب أن تنهي فترة عذابك هذه. اهتمي بعزة، اهتمي بها حتى أخذك منه وأحررك. لقد عرف من أنا، وأظنه اشترى لي أرضا وبيتا. كنت قريبة جدا مما أحب ومن أحب. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. يا مرحبا يا مرحبا.
يا أبا الحارس، كنا قد اتفقنا معكم على شراء الفاكهة من الحدائق التي تملكونها. نعم، وقد وعدني الحارث أن يسلمها لكم. إنهم لا يريدون أن ينفذوا اتفاقه. لماذا؟ لن نستطيع أن نبيعها كما كنا نريد وبالمبلغ الذي نرجوه، لذلك نرجو أن تعفينا من الاتفاق. لا بأس يا حارث. نعم يا أبتي. رد لهم ما أعطوه لنا كمقدم. إن شاء الله. شكرا لكم. وأعطيهم 50 دينارا. أعطيهم 50 دينارا؟ نعم. لماذا يا أبي؟ إن جاز لي أن أسأل، فالناس اعتادت أن تغرم من يخل باتفاق. لقد كان التجار يرجون من وراء الصفقة ربحا يعيشون به وأبناؤهم ونساؤهم، إن لهم بيوتا مفتوحة بلا شك، وتنازلهم عن الصفقة يضر بهم ويقعدهم بلا عمل. إن التجارة في الفاكهة في كساد. أعطيهم 50 دينارا يعيشوا بها وتخفف عنهم ما حدث نتيجة لكساد السوق، حتى يشعروا بأنهم لم يخسروا بترك الصفقة. ماذا جرى لك يا حسن؟ ما بالك؟ هذا الرجل ليس ابن سعد، يجعلني أجن، أفقد السيطرة على عقلي تماما. لماذا يا حسنة؟ ما الذي يجعلك تقومين سلوكه وتصرفه وأنت مجرد زوجة ابن؟ الناس تغرم من يخل بالاتفاق، تخصب منهم مبلغا نتيجة لتراجعهم عما اتفقوا عليه لأنهم تراجعوا. ليس الليث كالناس، إنه إمامهم. يعطي وهو الخاسر، يكافئ من ألحق به الضرر. أليس هذا جنونا أم أنا المجنونة؟ أنت تحكمين على ما لا حكم لك فيه. لا، المال مالي ومال أولادي ومال زوجي، وهذا الرجل يبعثره يمينا ويسارا. فلتجب علي إحداكما، وإلا أصبحت حسن المجنونة بفضل هذا الرجل وتصرفاته التي لا يزنها أبدا. إن التجار لم يضروني ولا يستطيعون. ألم يتركوا الفاكهة على أشجارها؟ أليس هذا ضررا؟ اعلمي أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لا يريده جل شأنه ما استطاعوا. التجار لم يضرونا لأنهم لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا، الله وحده جل ثناؤه النافع الضار، أتعرفين هذا؟ نعم. وتؤمنين به؟ ألست مؤمنة؟ إن بك غفلة، وإيمانك قد نقص عندما قلت إن التجار قد أضروني، وعلمنا جميعا أن الإيمان يزيد وينقص، وغفلتك هنا جعلت إيمانك ينقص. غفلت عن حقيقة ثابتة، ألا وهي أن الله وحده النافع الضار جل شأنه. إن غفلة المرء تجعله يقيس الأمور حسب منفعته هو، ومن هنا تركبه أطماع الدنيا وتنسيه الحقائق الثابتة، وأولها أن البيت الذي لا تقام فيه صلاة بيت خرب، واللسان الذي يغفل عن ذكر الله يتحكم في جوف خرب، والعقل الذي لا يرد كل قدرة للقادر عقل خرب. ألي هذا يا أبتي؟ قلت إن الإيمان يزيد وينقص. ننطلق وتقودنا المطامع إلى نتائج تنسينا كما حدث مع حسنة، والحق أن التاجر ترك صفقة لأنه سيخسر فيها. إن هذا من شأنه ومن سوء تدبيره. إنه وأسرته كانوا يرجون خيرا من الصفقة، وأراد الله أن يجعلني وسيلة لتحقيق الرجاء. الحمد لله.
كما أفادك وجودك مع شعيب يا سعاد. هل أطلقها يا أبتي؟ بل تعلمها يا بني، واعلم أننا إن فشلنا في تعليمها فلن نصلح لتعليم أحد، ولنتعلم جميعا ألا نجعل ألسنتنا تسبقنا بأقوال تنقص إيماننا. إن لفظا يخرج من الفم يدخل صاحبه الجنة أو النار، بل إن الظن إذا انحرف إثم وذنب عظيم. فاحذروا ألسنتكم ووجهوا تفكيركم إلى الصواب.